خير ان شاء الله. تعرفوا الشيخ هذا؟ توبي من ذنبك يا هيفا فحسابك لو تدري لدنا. لا حلو. انا وياك نتحدثوا على الفن التشكيلي وقدوري ومارسوا في الفن التشكيلي. مش صور وتماثيل واصنام يا محسن. ايه والصور والتماثيل والاصنام امورنا مريقله فهمتني شيء مش هي التماثيل لا يعني. وعندنا شيء عندنا بورقيب على حصانه في شارع بورقيب وتضربوا لنا على التيار. التليفون هذا يا لو كان ينطق ولو كان نوريك فيه دي كابتور ديكرون ودي زونجستخمون اوديو صدقني تونس تقوم ولا تقعد. يا مكبتر ميسنجر الناس مخلي بروفيلك على الثنيه. هذا سعي بين الناس بالنميمة والعياذ بالله. أمنيتي نكون مهرس وحيد. ولكن يا أخي فزت هانا بالتهريج نتاعك ولينا يسموا فيه على تهريج. بارك الله في الشيخ. أنا في البلاصة هذي على خاطر دهشوش. الشيخ زند شيخة، الشيخ زند شيخة ما كيفها شيخة. يا أنا مرتي تخرج من تفوت الراس الناج ندم فوق السطح نعس عليه. ما نجمش نسكت. قدام فكر رجعي وذكوري يا عربي. احترمي نفسك اختي باش تحترمي، هذا هو المبدا. لا انا محترمه نفسي. لا احترمي باش تحترمي. عايشه في شرع الله فما المراه ما تخرج من البلاد كان بمحرم اذا كانت متزوجه زوجها، واذا كانت ماهيش متزوجه يخرج مع اخوها ولا ابوها. واذا كانت ثيب المرأة باش تسافر يلزمها محرم. نقطة وارجع للستار. الله أعلى وأكبر على من تغى وتجب. العقول التي لا تهاجر يا صادق يا أخويا إنما هي ليست بعقول. آلاف يا حبيبي آلاف الدكاترة العاطلين عن العمل. أتسمعني؟ أتسمعني؟ في تونس حق شعرك ولي منشط الوحيد ما حق شعرك. يا مروة اجري لو بتخزن. عفريت قبل ما ترجع تقول لها راني غلط في الدار امورك جيت تسرح في الميزاب. ميزاب شنو؟ في الكوبا. ميزاب شنو؟ ميزاب اللي باش نحشيك فيه وسط الميزاب. الميزاب. حط العظم. حط العظم. كان كمل لك لحظة. حط العظم. العظم ما ترميهوش خاطر يتخس. العظام لازم تحطه بالسياسة بالكعبة بالكعبة تحط العظام. كلم أنا راني نتكلم فيك. كلم أنا مو قلبي صافي. كلم أنا راني نتكلم فيك. كلم أنا مو قلبي صافي.